يو 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 حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير، باقي الفاير باس يجدد، باقي له 10 ثواني شباب، راح ندخل نشوفه مع بعض شباب. قبل ما نبدا المقطع حبايبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. ضربت ايدي شباب، كسرت ايدي يا حبايبي. باقي ثانيه شباب، طبعا هذا الفاير باس شباب شفت منه لقطات، خلينا نشوف، نطلع نجدد نشوف. ليتس جو ليتس جو يا اساطير. هذا الفاير باس حبايبي، ركزوا معي. التوان طبعا حبيبي، هذا الفاير باس يعني شفت هالسينماتيك من شوي من قبل، بس عن جد يعني ما اعرف شو بدي اقولكم شباب، بس كل الفاير باس هذول الاثنين شباب شيء اسطوري. واو 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 واو، يعني شباب ركزوا معي كيف، شوفوا شوفوا الشوارب، شوفوا. لا لازم ندخل نعمل تابع. اوكي طبعا يا شباب عملت له طلب مسبق. اوكي طبعا شباب راح نشوف الاشياء الموجوده اول شيء. اوكي عندنا هون نزلوا موتور جديد، حلو، موتور جديد هون حطوا عنا، عنا هي الافاتار، تمام، بلازما جديده، كنز جديد. طبعا شباب يعني كثير متحمس كثير الصراحه ل البانر، بانر اسطوري شباب، يعني شبكم شيء جوكر ما جوكر شباب، يعني شيء كثير حلو. بالنسبه لسكين البنت حلو، انا اقيمه يعني حبايبي 6/10، بس خلينا نشوف، خلينا نشوف شوي شوي شباب، خلينا نكمل بالاوضاع. عندنا هون السباس شباب، سكين سباس، عندنا هون التوكن للتطوير، صندوق الكوبرا، عندنا هون قولي هي ما شفتها شباب بالشحن المسبق، حلو. الكنسه يعني كلش جوكر ما جوكر شباب، بانر اسطوري شباب. ويلي اوكي، يا سلام يا سلام يا سلام، عندنا هون الحجر، ما في رقصات، لا تقولوا ما في رقصات، هي الحقيبة. يلا شباب، يلا شباب، خلينا نشوف هذا الاسطوري شباب، يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم شباب صراحة. هذا اللي يعني السكين، شوفوا الشوارب، شوفوا القناعة، يعني شوفوا كلش، يعني كلش اسطوري لوز اللوز. يلا يا اساطير خلينا نجيب، نعمل الحصول، نجيب، نفتح، نجيب كلش، نعمل هون، راح نستعرض كلش الاشياء اللي جبناها شباب. اوكي راح نفتح، نجيب الكل، هيتا مانو هيتا مانو، يا سلام يا سلام، رح نعمل فتح شباب ورح نستعرضهم هيك عن قرب اكثر واكثر. اوه قناع لحاله حلو لوز. يلا خلينا نجيب الشارات حبايبي الكرام. طبعا كم يلزم، خلينا نجيب شوي شوي عشان ما رح اجيب بس فقط اللي يلزمني. طبعا رح نجيب ثواني، خلينا نجيب هون. اوكي اوكي شباب، ويلي 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 ويلي، شيلي. حلو 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 حلو، ثواني، التمانو التمانو، اي خمسة، في خمسات يا زلمة. اوكي اوكي اوكي، خلينا نجيب هذول اول شيء، ضربت لك، اشترينا باجات، لوز اللوز. اوكي كم باقي لنا هلا حبايبي، خلينا نعمل حصول على كل شيء، رح نستعرضهم ونجرب الكل اشياء، رح نجرب كل ال حلوة حلوة، نعمل تزويد سريع عشان نشوفهم شباب بالجيم. هاي كمان تزويد سريع، شيلوز، هاي كمان صندوق الغنائم، لما واحد يموت هيك يكون شكلنا نحن ميتين. اوكي كم بقينا، خلينا نجيب هاي، اوه الحقيبه، ثواني نجيب الحقيبه، التمانو، وين الحقيبه، ليش ما طلعت يا الله. حصول حجر، طلع لي حجر، حلو حجر فيه، بس لكن للاسف الشديد شباب هذا الفاير باس يعني والله شيء ما عجبني فيه يا شباب، ما فيه رقصه للاسف الشديد. مش لوز اللوز شباب، مش لوز، خلينا نجيب السكين الان، بقينا 25 شاره، ابلع. والان شباب حان وقت الوقت اللي منتظره شباب، الوقت المنتظره شباب، الوقت المنتظره، تفرجوا شباب، تفرجوا شباب، تفرجوا معي، تفرجوا معي. عن جد هذا شباب انا قلته على اللايف من 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 يومين، قلت انه هذا شباب يعني ترتيب هذا الفاير باس شباب بالنسبه لي، واعطوني رايكم بالتعليقات شباب، بالنسبه لي ترتيبي هذا الفاير شباب يعتبر التوب خمسه من الفاير باسات شباب. طبعا عندنا الاول ساكورا والثاني الفاير باس الثاني والاخير، بس ولكن هذا شباب يعني كل شيء فيه اسطوري صراحه. يعني ركزوا معي القناع، خلينا ندخل نشوفه من عن قريب حبايبي، يلا ليتس جو. وينه؟ الو، هاي بالنسبه للقناع حبايبي، شوفوا المقنع، لك القبعه، القبعه اوكي. عندنا هون الشوارب، شواربو علم لوز. فيه قناع شباب، في شيء حلو فيه قناع كمان. ما كنت حاطط، ليش ما كان مزود القناع؟ القناع شباب يعني خلف الشكل، يعني شوفوا هيك اسود على اسود على اسود، شيء حلو كمان. بالنسبه للجاكيت شباب يعني نو كومنت، نو كومنت شباب، الجاكيت نو كومنت،
اوكي البنطال، البنطال كمان بنطاله حلو شباب. طبعا شباب راح احاول اعمل عليه شويه تغيرات اوكي لهذا الفاير باس، بس يعني والله ما بعرف شباب شو بدي اغير بنطال يعني بخير، بس شوف البطل مثلا مع اي سكين مثلا نحط مثلا بقط اللص وين بقط اللص او هذا الجسم حلو. هذا الشيء شباب كنت عم مستنى، ويعني شوف بعض مرات شباب بالسكنات بتشوفوا هيك بهيك اشياء يعني هيك خربطه بالجسم يعني مش لابق لبعض، فهمتوا علي كيف؟ خلينا نشوف شيء سكين ثاني مثلا حابب اشوف بقط اللص، يعني بقط اللص يعني هي من السكين اللي بلعب فيه دائما، شايفين معي شباب يعني مو يعني مصممينه حلو. وين بقط اللص يا زلمه؟ هي هي هذا نشوف نعمل زوم. والله في شوية هيك خفيف شيء يعني ما اعرف اذا مبين عندكم شباب، في شوية خفيف بس ولكن طالع تمام اللوز اللوز حلو. خلينا نشوف بالنسبة نعمل العكس الان شباب بالنسبة للبنطال. اوكي بعرف كثير منكم راح يطلبني بنطال جاز، راح افرجيكم بنطال الجاز اوكي بشكل سريع كيف شكله يعني بعرف شباب بعرف طول بالك طول فات بنطال الجاز ايه طمانه ايه طمان. راح اشوف هذا كمان طالع حلو عليه. شباب وضع اللوز شباب خلاص بعرف اوكي اللوز. خلينا ندخل نشوف السكين البنت، ناخذ شخصيه بنت. اي شخصيه بنت؟ وين شخصيه البنت يا اساتير؟ وين الشخصيه البنت؟ وين كيلي؟ هاي كيلي. هاي نشوف كيلي اوكي نشوف الشخصيه بالبنت شباب نعمل استعراض. والله يعني صراحه شباب يعني طبعا شباب بالنسبه ما اعرف يعني ما بدي اقول شيء بالنسبه لي شباب ما بلعب كثير شخصيه بنات اوكي. بالنسبة يعني لهذا القناع يعني باين عليه حلو، فيه قناع شباب في شيء حلو بهالفاير باس فيه قناع يعني مثلا نحاول نشيل هذا الشاب شوفوا يبلش شوفوا عيونه اسود ما اسود ما اعرف شو حتى والله مرتب حلو بلوس، بس بدي اشوف معناته بدنا نشوف السكين الشاب. خلينا نشوف السكين الشاب نفس الشيء موجود ولا لا. هذا بعيد من المنزل. خلينا نشوف السكين الشاب شباب يا ستير. طبعا هي في هي التيشيرت تبعه والتيشيرت الثاني يا حبايبي. خلينا نشوف سكين القناع، رح اشوف القناع كيف رح يكون شكله شباب. نشيل القناع، نحاول نشيل القناع. بدنا نشيل لا يا زلمه لا يا زلمه ثواني شباب بدنا نشيل القناع يا اخي. خلينا نشيل القناع شباب. شوف العيون على الساكورا كيف طالع. لا حتى على الساكورا شباب صاير لوز اللوز يا زلمه واو حلو. بس بدنا نشيل القناع شباب، حابب اشوف من ورا العيون وين العيون 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 عيون. نشيل القناع محمد نحط ورا قناع. هيك شكله والله شكله حلو كمان. هيك يا شباب هيك يعني مثل شخص هيك معصب ولا ما اعرف شو. اوكي يلا نلبس كله شباب نروح نجربه باللعبه، نحط نشوف الاشياء نزود الاشياء اللي حصلنا عليهم شباب مثل المركبات. اوكي نحط هاي المركبه، حصلت على هالمركبه طلعت لي هاي اوكي. هي بالنسبه لهي المركبه هاي الموتور حلو، راح نعمله تزوير. حقيبه راح نحط الحقيبه شباب اللي حصلت عليه اعتقد حاطها. هات نشوف هاي الحقيبه نعمل هيك نجربها شباب كمان، وهي كمان راح نجربها سطير. هاي بالنسبه لهي شباب لما نموت اوكي. بالنسبه للبانر هذا المره شباب راح احط البانر، راح احط تصريح الناري الرايه بانرات شباب. بالنسبه للبانر وين البانر معلم؟ وين راح البانر؟ وين البانر معلم؟ ظهر الكل. هات نشوف البانر يا اساتير، شوف شكل البانر. واخيرا شباب شفنا البانر تبعه. هذا البانر شباب يعني حتى شكل البانر يعني 5/5 صراحه. رح نرجع نشوف الاشياء الموجوده شباب اللي ما شفناها، متاكد منهم انه استعرضنا كل شيء لكم حبايبي الكرام. هذا البانر وكل شيء تيشيرت حلو، اعتقد شفنا كل شيء شباب. رح ندخل بشكل سريع شباب، ندخل نشوف ندخل تدريب اوكي، نجرب الشنطه اوكي ونعمل شوية تدريب هيك نشوف هيك نشوفه باللعب كيف السكين هذا شباب. طبعا بالنسبه للبنات شباب رح نعمل تجربة بعيون البنات اوكي دونت وري. يلا بنعمل تجربة سريع لعيون البنات اوكي. خلينا نشيل حقيبة شباب. حقيبة نمبر 1 اوكي، هي حقيبة نمبر 1 شباب ركزوا معي، نعمل لكم زوم يا اساطير. هي بالنسبة للحقيبة نمبر 1 يا جميلين. هيك ليفل 1. بالنسبة لليفل 2 حبايبي الكرام هي ليفل 2 شيء مرتب. بالنسبة لليفل 3 هات نشوف. والله شاب يعني الصراحة هي كبيرة تمام، بس ولكن يعني ما اعرف اذا لاحظتوا علي، لاحظتوا بالشنطه حبايبي اللي هي صايره هيك شوي عريضه يعني تاخذ كل الجسم، مش صايره هيك كبيره يعني ضخمه من ورا، فهمتوا علي كيف؟
بالنسبة ناخذ شي سلاح على السريع، ناخذ بربر شباب نجرب. اوكي ناخذ بربر شباب ونشوفوا هيك شي في اللعب مع الشنطة هيك كيف الأوضاع. لوز اللوز ولا مش لوز اللوز؟ لوز. يلا شباب معي كريستيانو كمان معلم. اتمانو اتمانو. حابب اروح اجرب بس هيك شرب اللعب شباب كيف كيف شكله باللعب. والله شكله حلو بس ولكن هون طاير طاير شوية الدنيا غامقة شباب عندي. اوكي لوز اللوز هاي جو. يلا يلا ما خلص ما خلص ما خلص لا بنروح ندخل بساحة 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 ساحة عشان نشوف المظلة شباب. خلينا ندخل نشوف المظلة بس وقت يكون للسكين باين اكثر بشي جيم رانكينج. ندخل انضم الى القتال ندخل شيء سريع كن الاسطورة بالسولو شباب. ندخل شيء سريع سولو نشوف المظلة كيف هي. اوكي اوكي شباب الحلوين وانا شوف انا لحالي بالسبورة. هلا بالشباب هلا بالحبايب هلا بالحبايب نورتوني الله يسعدكم. يلا نروح نشوف المظلة شباب بس نجرب شكل المظلة كيف شكلها حبايبي. طبعا هذا هو السكين شباب. طبعا هون كان حاسس في غماق غامق كثير شوي ما اعرف عجب هي هل يا ترى من اللوبي او كيف ما اعرف بس رح نشوف مع بعض يعني. شوفوا هنا نعمل لكم زوم. لا شباب والله شباب حلو السكين يعني قبعة صايرة واو. خلينا نشوف المظلة يلا ليتس جو. الان رح ننزل في شي مكان جميل خفيف سريع بشكل لوز اللوز اللوز اللوز. تعالوا ننزل هون شباب شوف نعمل لكم زوم. يلا يا زلمه يلا يا زلمه نجرب المظله شباب نازله هيك. اوكي برو هي هيك شكل المظله حبايبي. والله كنت منتظر انه يكون في هيك عليها اشياء تطلع الوان ما الوان بس يعني انا اقيمها 6 على بصراحه حبايبي لا اقيمها 5 على 5 5 على 10. اوكي هي بالنسبه للباراشوت كمان يا شباب الباراشوت مع هذا هو الباراشوت اعتقد هيدا هو ولا هيدا هو والله ما اعرف شباب ما شفت ما لاحظت. لوز اللوز لوز اللوز لوز اللوز شي مرتب. هاي شوف السكين شباب وهي في اضاءة هاي ظاهر فيهم اضاءة تمام والله حلو والله حبايبي يعني عن جد شي مرتب وحلو هيك شكله بالوعي عم يجري شي لوز اللوز. يلا نروح ندخل لعيون البنات ونشوف السكين البنات. اوكي 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 حبايبي الكرام هذا بالنسبة للبنات السكين البنات هذا هو هيك شكله بس والله يعني القناع الصراحة القناع حلو يعني شي مرتب رح اعملكم زوم حبايبي اعطوني رايكم. اوكي القناع حلو والشعرات حلوات وكلش حلو والسيوف حلوين وكلش حلو تمام. لوز لوز هي الظاهر عجبتها الوضع عم تضحك. اوكي عجبك اوكي لوز لوز. يلا شباب اعتقد هيك شفنا كل شيء يا اساطير حبايبي. اوكي حبايبي اعتقد هيك شفناه فرجيناكم كل شيء اعزائي الكرام اعزائي المشاهدين. اتمنى من جميع حبايبنا الكرام لا تنسونا بزر اللايك والشير والبارتاج وماكس حبايبنا الكرام. رح اعمل مسابقه شباب اوكي لهذا المقطع رح نربح 3 فاير باي شباب لاكثر تعليقات بيجيبوا لايكات. اوكي اوكي يا اساطير يعني 300 لايك وفوق اقل شيء اعتقد يكون 300 لايك شباب ايوه يعني من التعليقات حلوه كلمات حلوه جمل حلوه شباب وبتمنى من جميع الشباب انه يشارك هذا المقطع مع الكل حبايبي. طبعا الان الوقت شباب متاخر اوكي بتمنى لكم صحه سحوركم وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم وصحه فطوركم حبايبي جميعا وسو سيو حبايبي الكرام اشوفكم على خير كان معكم اخوكم عليكم سلامات.